حد إيجابي يا باشا؟ حد إيجابي يا إخوانا؟ بس كده وراك يكون حد جاي إيجابي من ورا كده، شكلنا هنلف كتير. يا رب واحد إيجابي يا رب. بدور على واحد إيجابي. بدور على حد فوق بيعمل حاجة إيجابية؟ محدش هيعدي لما يعمل حاجة إيجابية قدامي. الحقيقة احنا فكرنا في حاجة، تفتكروا الصورة قاتمة قوي ولا احنا اللي مش عارفين نشوفها؟ عشان نعرف ده قلنا ان احنا هننزل النهاردة نلف بالكاميرا. اي شخص بيعمل حاجة ايجابية هنقف عنده، هو ده اللي هيكسب النهاردة. احنا دلوقتي في المهندسين وممكن نبتدي ندور على رجلينا مثلا. في ناس واقفة هي عايزة تعدي. وادي فاضل 73 72. قفلت اهي، مفيش اللي انا وانت اللي مستنيين اشاره تاني. ده قافل على ده، مش دي المشكله. يعني احنا تطورنا على المرحله دي. الفكره ان هو هيجي ده لما يجي يخش يركب من فتحة السقف، مفيش حل تاني. استنى كده، يمكن الراجل ده يرمي العلبه دي في الباص. يلا يا وحش، يلا اعملها يا وحش. هيعملها. ايوه وحلوه اهي، وحلوه اهي، وحلوه اهي. يلا يا عمي، يلا يا عمي. يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك. رحلة البحث عن إيجابي. هو بيعدي. الله، انت جاي من المهندسين ولا ايه؟ في راجل عجوز عاوز يعدي الشارع، الناس طبعا هتقف. عدى القاهرة غصب عن الشارع، نركب وندور على مكان تاني. اتفضل حضرتك. تعالى. بقابل. أنا جايبك هنا عشان إحنا هنا جنب الأوبرا، يعني الرقي. طبعًا. يعني أكيد الناس اللي هنا كلها هتبقى ناس إيجابية. هتلاقي بدل الحاجة الإيجابية 10. طبعًا. راجل كبير واضح إن هو، واضح راجل إن هو تعب في المكنة. قاعد بيصلح فيها بقاله فترة، فأكيد ناس هتنزل تقول له خير يا حاج، محتاج حاجة. هو أصلا الوضع اللي هو فيه ده خطر جدا، أي عربية هتيجي تشيله وهو موتوسيكل. محدش هيزوق مع ده؟ محدش هيزوق معاه؟ عادي؟ ده جاي من رمسيس. سيد جودة عبده الشيخ توتي هشام محمد بكر كوكي عراقي وفاروق. شوهوا أم التمساح. ده محل أكل، شكله محل أكل مشهور طبعًا، وأكيد حد طبيعي دلوقتي هيعدي يخلص أكله ويرمي الكيس الفاضي في البصل. يلا بقى يا حاجة. يا حاجة يا حاجة يا حاجة. هو ده. يا عم يلا نروح، قلت لك مش هنلاقيه. امشي هنلاقيه، هنلاقيه اسكت. ايوه هو ده، ايوه هو ده، هو ده. عليك عيونك كلها بجوه حياتك، عليكم عيونك الجرحى يا عم على بلادنا. الله الله على المستقبل، عليك عيونك كلها.